السلام عليكم. موضوع النهاردة يا جماعة وبسرعة عن موضوع مهم جدا، موضوع لازم ناخد بالنا منه، كل واحد يخلي باله من عياله. بص على الفيديو اللي جاي وشوف ازاي الست بيتسرق منها ابنها في عز النهار، عز وسط الظهر، ماشية في أمان الله، رايحة مشوارها الله أعلم رايحة فين، يقوم يروح يخطف منها ابنها غصب عنها. فالنهارده حلقتنا النهارده عن موضوع خطف الاطفال اللي كتر جدا، واتفرج شوف الفيديو وشوف وصلنا لايه بسرعه. دي حلقه سريعه النهارده، حلقه لازم نتكلم عنها، حلقه سريعه كده، شوف الموضوع ده عشان كل واحد يخلي باله من عياله، ضروري جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.